للإنسان الحقيقة الإلهية معلنة في الكتاب المقدس. الحقيقة الإلهية معلنة في الكتاب المقدس، لكن كل ما بتعمله الكنيسة في العقيدة إنها بتخرج هذه التعاليم وتصيغها في سياق علشان تقدر الناس تعرفها وتقدر الناس تقرب من شخص ربنا يسوع المسيح. من فوائد العقيدة أيضا في للإنسان في سلوكياته في المجتمع. يعني احنا مثلا مثل بسيط قوي، الكنيسة بتحسها في الكتاب المقدس ان الانسان بقى كاهن الخليقة، واحنا في القداس بنصلي من اجل الزروع والعشب ونبات الحقل والارملة واليتيم. فيجي حد ايه يقول مثلا، هل انا بصلي من اجل مية النيل واحنا عارفين ان عندنا ازمة في مية النيل في مصر واروح افتح الحنفية واسيبها؟ يعني الجزء ده بقوله للطلبة في اللاهوت الادبي في اول سنة درستها من 3 سنين، فقلت له تفتح الحنفية وتسيبها يعني انت ارثوذكسي بالاسم بتصلي في الكنيسة من اجل مية النيل، ولكن في الحقيقة انت بتهمل ايه؟ بتهمل هذا الامر في حياتك. حتى هو بعت لي رسالة بيقول لي انا واقف قدام الحنفيه وبعدين بغسل سناني ووشي، ففتحت الحنفيه وفجاه افتكرت الكلام اللي انا سمعته في المحاضره، فقول بسرعه قفلت الحنفيه وقفت اضحك على نفسي، قلت لا المفروض انا ارثوذكسي مظبوط احافظ عليه على الميه. يعني ده مثال، يعني ما بنقولش بنقول بس بيبين ايه؟ بيبين ان الشخص اللي يؤمن بشيء وبيصلي في الليتورجيه من أجل هذا الأمر فالمفروض أن يسلك به في حياته، هي دي حياة الإنسان المسيحي الأرثوذكسي. في فوائد كثيرة طبعا العقيدة أكيد سمعنا كتير بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمجتمع، مش هطول فيها علشان أنا عارف يعني الوقت متأخر وآخر محاضرة، لكن نكتفي بالنقطة دي في تعريف العقيدة ومصادرها وأهميتها أو فوائدها. 2، الجذور والمرجعية. جذور والمرجعية للعقيدة. الحقيقة الكتاب المقدس يعني يكلمنا عن أصالة العقيدة وإن في جذور في الكتاب المقدس.